سأحكي لكم هذا اليوم حكاية الثعلب والأرنب اللذين عاشا في هذه الغابة. في أحد الأيام عاد الأرنب إلى بيته من الحقل. ها؟ يا إلهي، هناك من ينتظره. ترى هل سيحدث مكروه؟ أينما يوجد دخان توجد نار. إذا رأيت ذنبا فتأكد بأن هناك جسما. لقد فشلت القطة. سوف أمسك بك. كل سكان الغابة اعتبروا الأرنب أذكى الحيوانات، ولكن هذه الفكرة لم ترضي الثعلب، لأن ذلك يسيء إلى سمعة كل الثعالب. وقادم. أيها الأرنب، أريد أن أسألك سؤالا. إذا أردت أن تسأل سؤالا اسأل من بعيد. أريد أن أكون صديقك مرة أخرى، وإذا بقيت مكانك لن أستطيع مصافحتك. أظن من الأفضل ألا نتصافح أبدا. جسمي مليء بالبراغيث. براغيث؟ لا 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 لا. هل آتي إليك؟ لا 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 تأتي، لا تأتي، لا تأتي. حسنا، إلى اللقاء. حسنا، نظف نفسك من البراغيث وتعال لتناول العشاء عندي. حسنا. استطاع الأرنب التخلص من الثعلب بشكل لطيف. سوف نرى ما سيحدث الليلة. وفي تلك الليلة عندما أتى الأرنب إلى بيت الثعلب نظر إلى الداخل. ماذا رأى الأرنب؟ هناك شيء غريب في الجو. فكرة. لحظة، ادخل. للأسف إنني مصاب بالبرد. ماذا طبخت؟ دجاجا أم ماذا؟ شيئا من هذا القبيل، يعني لهذا السبب وضعت السكينة تحت الغطاء أيها الماكر. وكيف عرفت؟ من المستحيل أن تخفي عني شيئا، أنا أرى كل شيء. هذا صحيح، إذا أنت تعلم ماذا سيحدث الآن. طبعا، سأذهب إلى البيت دون أن أكل الدجاج، وأنت سوف تصرخ بغضب. أصرخ؟ أنت مخطئ. أنا لا أحب الدجاج دون الزنجبيل. إلى اللقاء. انتظر، انتظر، أنت مخطئ. انتظر، انتظر، سوف نتفاهم. تعال أيها الأرنب. سوف أنتقم منك، سوف أقطعك إرما إرما. انتظر أيها الأرنب. سوف أقتلك، سوف أقتلك، سوف أقتلك. انتظر. وفي عصر أحد الأيام ماذا؟ هل مات الثعلب حقا؟ لقد كنت في بيت الثعلب وكان جامدا على سريره. أنا رأيته. نعم كان جامدا، نعم صدقني.
هل هذا صحيح؟ نعم لقد دغدغته لكنه لم يتحرك. نعم دغدغته. وهكذا أتى الأرنب إلى بيت الثعلب مع أنهما لم يكونا أصدقاء. فكر الأرنب بأن موت الثعلب شيء مؤسف حقا. كان الثعلب حقا متجمدا على سريره ولم يتحرك. مسكين الثعلب كأنه ميت. ولكن هذا شيء مضحك حقا. سمعت بأنه عندما يموت الثعلب يرفع ساقه ويصرخ بوب بوب بوب. يا للغرابة، يجب أن أكون حذرا ولا أقترب منه. ربما كان الثعلب حيا ويرفع ساقه كذبا. كل شيء جائز. ماذا لا يرفع ساقه ويقول بوب 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 بوب؟ كما اعتقدت انك حي. يا لك من مخادع، تدريني. يا للأرنب المخادع، سوف اقطعك بين ثمان قطع. سوف أقطعك إلى ثمان قطع. انتظر انتظر. تعال هنا. أنا هنا. انتظر انتظر، سوف ترى من هو الثعلب. سوف أمسك. هوبا هوبا، أنا هنا. أين هو؟ انتظر انتظر انتظر. يا إلهي، ترى هل تصرف الأرنب بحكمة؟ أيها الأرنب، هل موت؟ أجبني، أنا لا أسمع صوتك. أين أنت؟ لقد تخلصت من الأرنب. نعم تخلصت منه إلى الأبد. ماذا؟ ماذا أسمع؟ الأرنب؟ أيها الأرنب، أيها الأرنب، ماذا تفعل في الأسفل؟ أصوات السمك. بعد سماع كلمة السمك لم يستطع الثعلب الانتظار. هل هناك سمك كثير؟ نعم يوجد سمك كثير. ماذا يقول؟ سأنزل حالا. أيها الأرنب، إنني قادم إليك. ادخل في الدلو وستصل إلى هنا بسرعة. في الدلو؟ فهمت. غطس الدلو مع الثعلب إلى قاع البئر لأن الثعلب أثقل من الأرنب. أنقذوني أنقذوني. وداعا، مع السلامة. مع السلامة أيها الثعلب. أيها العصفور الصغير. ماذا؟ تعال تعال وغرد بالقرب مني. إن سمعي ثقيل ولا أسمع جيدا. أوه مسكين، هل هنا أفضل؟ ما رأيك الآن؟ لو جلست على رأسي ستكون أقرب إلى أذني. على رأسي؟ حسنا. انظر، أسناني أقرب إلى أذني. هل تجلس هنا؟ حسنا. بي 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 بي.